بإرادتها القوية وبعزيمتها الكبيرة والأمل اللامحدود، ترفع بطلة الأولمبياد ثريا حمد محمد الزعابي علم الإمارات في المحافل الرياضية في ألعاب القوة رمي الجلة والرمح والقرص، محققة سجلاً حافلاً بالإنجازات التي تفخر بها الدولة، متحدية إعاقتها شلل نصفي في الجنب الأيسر وهي في عمر 28. نلتقي اليوم ببطلة قصتنا في أمل وحياة ثريا الزعابي. بدايتي طبعاً أنا ما كنت في ألعاب القوى لرمي الرمح والجلة والقرص، كانت رياضتي المفضلة مع عالم الأسوياء كعداء الجري ولاعب السلة وطائرة في التسعينات. على مستوى المنطقة التعليمية كنت بالجدارة والجودة في العطاء الرياضي، والحمد لله وجدت السعادة في هذا المضمار لحياتي. لكن مع تغير الإعصار في حياتي ودخولي إلى عالم ذوي الاحتياجات الخاصة وهو عالم جديد لي، تحولت رياضتي مع الأسوياء إلى عالم ذوي الإعاقة باختلاف الرياضة إلى رمي الرمح والجلة والقرص. وجدتها في البداية صعبة جداً ومشقة في أداء الرياضة، وخاصة بعد وقوعي في عالم مثل ما تقولين عالم ذوي الإعاقة، وجدت الشلل النصفي مؤثر علي وما أقدر أرمي بسهولة وعدم وجود التوازن. لكن مع الإرادة ومع حضن النادي لي بمجلس إدارة نادي الثقة ودعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم، وجدت الأمل ينبض في فؤادي والثقة بنفسي أكثر فأكثر خلال المعسكرات التي دعموني فيها وأخرجوني عبر المحافل الخارجية من اختلاف البطولات الأقليمية والعالمية. في الأولمبية وجدت التفاؤل والجودة في العطاء، وغير ما أقدر أنكرهم أبداً هم أسرتي اللي أخذوا بيدي وشجعوني وكانوا السبب الكافي بأن يلموا بأبنائي ويحضنونهم لكي أتفرغ إلى هذا العالم الكبير بألعاب القوى وخروجي خلال المحافل العالمية والإقليمية. فمن نجاحها يتجلى الشكر لإمارتنا الغالية لما قدمته لها ولجميع ذوي الإعاقة من توفير كافة سبل الرعاية والدعم في مسيرتهم، إلى جانب الدعم المعنوي والرياضي الذي قدمه نادي الثقة للمعاقين. يعني مثل ما تقولين كل ما توجدين الأمان والأنس بالعطاء وتجدينهم بالابتسامة وبالتهنئة وبالكلمة الطيبة، تجدين هذا الأمر مشرف لك، ويعني قد ما تقدرين تقدمينه شيء بسيط لهم. وأنا دائما أقول باسم نصير المعاقين سمو الشيخ سلطان القاسمي، لولا احتوائه واهتمامه نقدر نقول بهالكوكبة الجميلة المنيرة باسم نادي الثقة لما وجدنا كل هذا الحماس. أنا أنصح كل بيت فيه من ذوي الإعاقة إنهم ما يحصرون أبنائهم الحصر الشامل المؤبد في البيت والانطواء، هذا يعني إحنا نرفضه وهذا هو كسر للخواطر. فيجب منهم إخراج هذا الولد أو إخراج هذه البنت إلى العالم المجتمعي المفتوح لكي يمارسوا حياتهم بصورة صحيحة مشرفة تجعل السرور بأفئدتهم، ولا تجعلهم بعالم منطوي خامل يعني نقدر نقول مليء بالسواد. هكذا عبرت اللاعبة ثريا الزعابي صاحبة الإنجاز الآسيوي والعربي عن سعادتها البالغة بما حققته من إنجازات في رفع اسم دولة الإمارات في الرياضة. هي الأمل والعطاء وتجديد للعضلات المرتخية،
هي التي تنقل الشخص من الحالة الانطوائية والاكتئاب إلى حالة العزيمة والأمل والابتسامة المستمرة. نعم، إنها بطلتنا ثريا الزعابي التي يلمع اسمها بإنجازاتها الرياضية المشرفة على المستويات المحلية، العربية، الإقليمية والعالمية، والتي استطاعت هذه المرأة المناضلة أن تتخطى الكثير من الصعوبات كانت أبرزها إعاقتها لتنمي ثقلها وحملها بعيداً، كما لو أنها تقذف الجلة التي لم تخذلها يوماً في سجلاتها الذهبية، محطمة أرقاماً قياسية تتفوق على أقرانها من الأصحاء لتكون نموذجاً مشرفاً يحتذى بها للفتاة الإماراتية.